السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد مع ميشو فرعون. ميشو فرعون. النهاردة طبعا هنتكلم ميشو عن ايه؟ هنتكلم عن الجامعات، لان ناس كتير قوي بتسألنا عن الجامعات وعن الدراسة، وبيبقوا عايزين يعني حاجات اكتر تفيدهم عن موضوع الجامعات يعني. فاحنا هنتكلم النهاردة عن كل الجامعات او معظم الجامعات اللي في ايرلندا. احنا النهاردة هنجيب توب 9 احسن 9 جامعات ميشو في ايرلندا، التصنيف اللي هو بتاع 2021، التصنيف بتاع السنه دي، وهنجيبهم كده اللي هو ايه، جامعه جامعه، وكل مكان، كل يعني كل جامعه اللوكيشن بتاعها فين، المكان بتاعها فين، والجامعه دي بتقدم يعني كم كورس، يعني بمعنى اصح انت ممكن تدرس فيها ايه بالظبط، اللي هي البرامج اللي فيها. عشان اقول طبعا اسامي البرامج مش، عشان طبعا دي برامج كتير جدا، بس انا اقول العدد، وممكن ايه ان شاء الله في الفيديو من تحت كده في الديسكريبشن بتاع الفيديو هنسيب لكم اللينكس بتاعت كل الجامعات دي، وان شاء الله يعني باذن الله ايه، لو حابب يعني انك تدخل تاخد كده تفاصيل اكتر عن كل جامعه او حاجه، ادخل على اللينك وهتشوف كل حاجه في الويب سايت بتاع الجامعه، هتفهم كل حاجه عن الجامعات يعني من اللينك بتاعها. طبعا قبل ما نبدا، اعمل لايك، اشترك في القناة، وشاير الفيديو، علشان لو انت ما عندكش يعني انترست انك تستفيد من الموضوع، ممكن حد غيرك يكون عنده ايه اهتمام يعني ايه يستفيد من الموضوع. واول جامعة معانا هي ترينيتي كوليدج. ترينيتي كوليدج دي معروفة جدا ان هي اقدم جامعة في ايرلندا، وترينيتي كوليدج دي مكانها في دبلن، في سيتي سنتر، في وسط البلد. ترينيتي كوليدج هي بتيجي في معانا في المرتبة الاولى رقم واحد. ترينيتي الجامعة نفسها انشئت سنة 1592، يعني ده من زمان الزمان. وترتيب الجامعة على مستوى اوروبا 35، وترتيبها على مستوى العالم 101. فطبعا ترتيب زي ده ترتيب محترم جميل يعني. جميل جدا. وللعلم ترينيتي كوليدج اللي بيتفرج على بيحب الافلام اللي هي الفانتازي وكده، فيلم هاري بوتر كان في مشهد كم مشاهد اتصور في مكتبة كبيرة جدا، دي المكتبة بتاع ترينيتي كوليدج اللي هي هنا. وهي دي كانت اول جامعه معايا. وتاني جامعه هي يونيفرسيتي كوليدج دبلن، يو سي دي. دي تاسست عام 1854، برضو من زمان، من قبل ما تولي. زمان جدا. جدا. وترتيبها على ايرلندا المركز الثاني، واخد المركز الثاني في الترتيب. حلو ده. واوروبا 74، وعلى العالم كله 177، برضه مش وحش. محترمة. البرامج اللي فيها 437 برنامج، كتير كتير جدا. يعني انت البرامج ده طبعا بالنسبه لموضوع البرامج ده اللي هي اللي بيبقى الموضوع مختلف، ما بين انك مثلا حد بيدرس كليه من اول وجديد، يعني بتدرس كليه 4 سنين وبتاخد ديجري، بتاخد شهاده، في ناس بتيجي تعمل ماجستير، في ناس بتيجي تعمل دكتوراه، دي اللي هي البرامج، هي دي البرامج بس يعني. مش تخصصات، لان التخصصات طبعا بتبقى ايه، في تخصصات معينه، مش كل التخصصات في نفس الكليه يعني او في نفس الجامعه، فدي البرامج اللي فيها. لكن انت لما تدخل الويب سايت بتاع الجامعه وتبص بصه، هتشوف بقى ايه التخصصات الموجوده، واذا كان في حاجه مثلا تخصك انت عايز تدرسها ولا لا، هتاخد فكره عن الموضوع لما تدخل على الويب سايت. وده طبعا احسن انك تدخل تاخد كده ايه لفه في الويب سايت. جامعه رقم 3 اللي هو NUI Galway. دي بتيجي رقم 3 على مستوى ايرلندا، بتيجي على مستوى الاتحاد الاوروبي او اوروبا عامه رقم 100، وعلى مستوى العالم رقم 238. 238 برضو ده تصنيف جيد جدا يعني. الجامعة نفسها فيها البرامج اللي فيها 248 برنامج، يعني ده كتير جدا، ودي في مدينة جولواي. طبعا جولواي الناس اللي عايشه في ايرلندا، المدينة نفسها تحفة، ولو انت مش عايش وحد مثلا حب يجي سياحة، لازم 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 تروح جولواي. جولواي دي يعني مدينة جميلة جدا جدا. الجامعة الرابعة يو سي سي كورك، تأسست عام 1845، دي ترتيبها طبعا الرابع على ايرلندا، 121 اوروبا، على اوروبا كلها يعني، وعلى العالم 286، بس برضو مش وحش، لان في جامعات كتير جدا في العالم في الافات مؤلفة، 200 دول برضو لسه كويسة جدا، في الافات مؤلفة، وفيها 268 برنامج. الجامعة اللي معانا رقم 5، وهي جامعة دي سي يو، الجامعة دي في دبلن. الجامعة دي تأسست سنة 1975، تمام، وفيها 155 برنامج، يعني فيها 155 برنامج. وطبعا زي ما انتم شايفين اغلب الجامعات اللي احنا بنتكلم عليها في دبلن، لان دبلن هي العاصمة، وهي دايما المدينة اللي هي الاتراكتيف، هي اللي كله بيروح على دبلن،
هم اغلب الجامعات الكبيره هتلاقيها موجوده في دبلن. الجامعه الدي سي يو دي ترتيبها على ايرلندا الخامس، ترتيبها على يعني في اوروبا كلها 194، وعلى العالم 439. فده طبعا الموضوع جميل يعني 439 برضو لما بنتكلم ده جميل جدا. وفعلا يعني بشوف انا في الجامعه يعني قريبه من البيت من عندي تلاميذ كتير جدا، في الافات مؤلفه من كل حته في العالم، من جميع انحاء العالم، كل حته في العالم كله بيجي يدرس هنا فعلا في ايرلندا. ايرلندا حاليا بالذات كمان زي ما كنا بنتكلم قبل كده في فيديو من الفيديوهات على موضوع ايرلندا، ان هي بلد فيها اكبر شركات التكنولوجي يعني، فهتلاقي الحته بتاعت الاي تي والكلام ده كله مشهوره جدا هنا وكتير جدا، فهتلاقي طلبه من كل جميع انحاء العالم كل حته بيجوا هنا، بيجوا هنا عشان يدرسوا الـ 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 الكورسات دي. لان هي ايرلندا يعني مصنفه يعني في الموضوع ده مصنفه يعني تصنيف محترم يعني. University of Limerick دي موجوده طبعا في ليمريك، واتبنت سنه 1972، ترتيبها على ايرلندا السادس، على اوروبا 247، وعلى العالم 501، فيها 144 برنامج. جامعه معانا رقم 7 وهي اسمها مانوس يونيفرسيتي، دي اللي مشو كان بيتكلم عليها. مانوس يونيفرسيتي دي من اقدم الجامعات هنا في ايرلندا يعني، من اقدم الجامعات. الجامعه دي انشئت سنه 1795، متخيل 1795. فالجامعه دي قديمه جدا. ترتيب الجامعه رقم 7 على مستوى ايرلندا، ورقم 192 على مستوى اوروبا، ورقم 401 على مستوى العالم. فده برضو مش وحش، ترتيب كويس جدا. الجامعه فيها 132 برنامج ممكن تدرسه يعني، ممكن تختار منهم حاجه وتدرسها. والجامعه الثامنه معانا هي تكنولوجي يونيفرسيتي دبلن، دي طبعا موجوده في دبلن، تصنيفها الثامن على ايرلندا، ودي طبعا ما عرفناش نجيب معلومات اكتر عنها يعني اكتر للأسف. من كده للاسف بس برضو ترتيبها على ايرلندا واخده المركز الثامن. انا برضو كويس، وزي ما كنا بنتكلم دلوقتي تكنولوجي تكنولوجيا بقى وبتاع زي ما كنا بنتكلم في نفس الموضوع. واخر جامعه معانا اللي هي الرويال كوليدج اوف سيرجنز، دي اللي هي كليه الجراحين الايرلنديه. الكليه دي قديمه جدا جدا جدا، وهي الكليه مكانها في دبلن، والكليه ترتيبها التاسع على مستوى ايرلندا السنه دي من في التصنيف يعني. الكليه مشهوره جدا، كليه الجراحين. بس كانت هي دي ترتيب احسن 9 جامعات يعني في سنه 2021. حاولنا بقدر الامكان ان احنا نجيب لكم التفاصيل ممكن نتكلم فيها، حبناش نتكلم كتير عشان ما يبقاش بس في كلام كتير ملوش لازمه في النص. هتسيب لكم اللينكس بتاعت الكليات كلها في الديسكريبشن بتاع الفيديو، لو انت انترستد يعني انك تدخل تدرس حاجه او تشوف، هتدخل هتدرس، هتدخل هتبص على الويب سايت، هتشوف التخصصات الموجوده ايه، هتشوف الاقسام، وهتشوف كمان الاسعار بتاعت كل كورس ايه يعني. لو انت حابب تدرس كورس او حابب تدرس الاربع سنين، حابب تدرس سنه، هتلاقي كل حاجه، كل البيانات، كل المعلومات موجوده على الويب سايتس بتاعت الكليه. كل ما يخص الجامعه نفسها، اول ما تخش على الويب سايت هتلاقي كل ما يخص الجامعه، وان شاء الله تستفاد من كل حاجه انت هتخش يعني تدور عليها، وهتلاقي اللي انت عايزه ان شاء الله باذن الله. فلو انت يعني عندك انترست ومهتم انك تدرس، الفيديو ده ليك، شير الفيديو، اشترك في القناه، وفعل جرس التنبيهات علشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي بنعملها اول باول. احنا بحاول نمشي بقدر الامكان احنا نتكلم في حاجات مهمه تخص البلد عامه واللي فيها، بس برضه هيبقى طبعا ده ما يمنعش ان احنا في حاجات هنتكلم فيها اوف ذا توبيك يعني، حاجه كده بره المواضيع دي كلها طبعا. وان شاء الله باذن الله يعني يكون في حاجات احسن جايه كمان ان شاء الله يعني. ان شاء الله تابعونا، ان شاء الله تشوفوا كل جديد ان شاء الله. يلا نشوفكم على خير. السلام عليكم. السلام عليكم.